اليوم والشوط السادس والعشرين الذي تمت انطلاقته بعون من الله تعالى وتوفيقه، خاصة هذا الشوط بالقعدان. إذا نتابع التحديات، نتابع الإثارة، نتابع معكم المراكز العشرة الأولى في هذا الانطلاق والتحدي، بداية هنا بصدارة بالمقدمة وبالمركز الأول. من ينطلق؟ هملول لسالم بن سعيد بن محمد لقتبي، من يأتي على الصدارة وعلى المركز الأول؟ هناك شاهين لمحمد بن ربيع بسيف المزروعي، من يأتي على المركز الثاني؟ ولكن أرى التسلل هنا من نشوان محمد بن راشد بن سويدان لقتبي، من ينطلق إلى المركز الثاني؟ وفي المركز الثالث، المركز الثالث هنا يأتينا شاهين لمحمد بن ربيع بسيف، هنا أيضا المزروعي، من يأتينا على المركز الثالث؟ وصوغان جاسم بن مبارك بن محمد لوهيبي من الجانب الآخر أيضا، ووصل هنا، ووصل شاهين راشد بن خميس العمري، من ينطلق مع شاهين بهذا الأداء الجميل؟ بينما المركز الخامس، المركز الخامس والتسلل من الجانب الآخر على خامس المراكز في هذه التحديات الجميلة والإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. مرموق المبارك بن راهد بن حضيرم لقتبي، من يأتينا بهذه الانطلاقة على المركز إذن الخامس؟ وفي المركز السادس، المركز السادس يصل هنا براق سيف بن علي السعودي لقتبي، من يأتينا على المركز السادس؟ وفي المركز السابع نشوان محمد بن راهب بن سويدان لقتبي، وهنا الدرع الحميد بن مطر بن عميرة الشامسي، من يأتينا ثامنا؟ وفي المركز التاسع وصل براق وينضم إلى ثامن المراكز. وفي المركز التاسع الوصول، الوصول هنا بهذه اللحظات من الفارس سيف بن مصر بن راشد العميمي، ولا براق سالم بن خلفان بن العري لقتبي ايضا قادم بكل قوه، عينه على المقدمه، عينه على الصداره، بدا يتسلل، بدا ينتزع المركز الاول وصدارة هذا الشوط هنا على المقدمة على المركز الأول. براق السالم بن خلفان بن العري لقتبي، من يأتينا على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول بهذه الانفراد؟ الله والتوقيت، لا تنسون التوقيت وسيارته، أيضا سيارة بأفضل توقيت زمني قدمت من سيدي سمو شيخ حمدان بن محمد بن راهب سعيد المكتوم لهذا المهرجان أيضا، وأفضل توقيت زمني. ولا زال هنا براق سالم بن خلفان بن العري لقتبي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. الفارس في المركز الثاني سيف بن مسر بن راشد العميمي، من يأتينا على المركز الثاني؟ المركز الثالث سراب أحمد بن سالم بن سعيد الخيالي، ولكن الصدارة والمقدمة مع براق، على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. يسيطر براق على صدارة هذا الشوط، يسيطر على المقدمة على المركز الأول على صدارة. تهانينا والناموس للسيد سالم بن خلفان بن العري لقتبي على فوز براق بالمركز الأول. تهانينا والناموس ولحظة الوصول خط النهاية. المركز الثاني الفارس سيف بن مصر بن راهد العميمي. المركز الرابع وصل الثالث هملول حمد بن محمد العشيقة العامري. ثالثا المركز الرابع لراشد بن سعيد بن علي الزرعي. المركز الخامس لأحمد بن سالم بن سعيد لخيالي، من وصل على المركز الخامس مشاهدينا الكرام. نعود هنا إلى التوقيت الزمني ولحظة وصول هنا إذا براق إلى خط النهاية، معلن الفوز، معلن الناموس. شكرا أيضا لقناة دبي ريسنج، شكرا لمخرج هذا السباق على هذه اللقطات المتميزة هنا والتوقيت الزمني ولحظة الوصول لبراق بست دقائق ست ثواني سبعة من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز الجميل للسيد سالم بن خلفان بن علي لقتبي. أما المركز الثاني مشاهدينا الكرام فكان الفارس السيف بن مصر بن راشد العميمي ست دقائق ثمان ثواني وفاء وتماما وكمالا، بينما المركز الثالث مشاهدينا ومتابعينا الكرام من تتابعوننا عبر دبي ريسنج والقنوات الناقلة لهذا الحدث الجميل، يأتينا أيضا هنا هملول الحمد بن محمد رعشيق العامري ست دقائق عشر ثواني خمسة من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على